هلا رح نيجي نقول انه سي. هلا في كتب بتسمي سي الديسشارج كوفيشنت، في كتب بتعطيه اسم ثاني، في كتاب لهون معطيه اسم ثاني، بس انا بحب استعمل كلمه ديسشارج كوفيشنت. هلا لاحظوا هذا هو فعليا في الحياه الواقعيه لا يعتمد بس على A1 و A2، بيعتمد كمان على شكل هذا الاوريفيس واشياء اخرى، بس احنا رح ندمجهم كلهم مع بعض بحيث انه نعبر عن هذا. فهذا بيساوي الان 1 على 1 ماينس A2 داش على A1 داش تربيع. أظن ناخده كمان تحت تحت الجذر أظن. هلا بنشوف ناخذ هذا من هون هيك، فرح أحط هذا سي بيساوي هاي القيمة. قبل ما أستعمل سي خليني أعيد تعديل هاي. هلا أنا بدي أحط هون V2 لأنه بهمني أنا الفلو، فرح أحط علاقة بين الفلو. فإذا أخذت هلا هاي عندي هون دلتا بي بتساوي نص رو V2 تربيع مضروب في 1 ماينس A2 تربيع A1 داش كل هون تربيع هيك، فبتصير عندي V2 تربيع بتساوي 2 دلتا بي على رو، وهاي تحت الجذر مضبوط، وهاي بتروح من هون وبصير عندي 1 ماينس A2 تربيع A1 داش هذول كلهم تربيع وهذا تحت الجذر. هيك المعادلة صحيحة للتأكد اللي أنا حولته. أخذنا كانت عندي في، هلا صارت V2 سكوير بتساوي هذا رح ينزل تحت ويصير تحت الجذر، و2 رح تنضرب في دلتا في تنزل رو بتصير تحت الجذر. هذا القطعة شو بتساوي؟ سي. فصارت هاي بتساوي سي جذر 2 في على رو. هلا إذا بدي أحول V2 لفلو بإيش بضربه؟ V2 بدي اضربه في الاريا تبعت الاورفيس مش هيك؟ خليني اعتبرها كمان انها A2 داش، فبصير عندي V2 A2 داش اللي هي بتساوي Q بتساوي C في A2 داش في دلتا 2 دلتا P على وهي هي المعادلة. انا رح تشوفوا عندنا الكتاب هون ما باخذ A2 داش، باخذ A2. فاحنا رح نقربها لهون عشان نقدر نشتغل مع الكتاب، لانه صعب انا اذا ما عنديش برنامج متطور يقدر يقول لي قديش بالضبط الفرق بين A2 داش، ايش يعني A2 داش؟ قديش فعليا هذا عم بنحشر هون؟ هو ما بنحشر اطراف الهاي اصغر منه هو. فاحنا عمالنا بنقول انه A2 داش اصغر من A2، بس انا رح اقربها هون فرح اعتبر انه الكيو بيساوي سي في A2 اللي هي الاريا تبعت الاورفيس 2 دلتا بي على فعندي علاقه بين الفلو وايش؟ يعني اذا بدك هذول كلهم كونستنت، سي كونستنت، A2 كونستنت، 2 كونستنت طبعا، ورو لهذا الفلويد كونستنت، فهاي ممكن انا احطها كانها كيو بتساوي كي كونستنت معين مضروب في جذر دلتا. فالبريشر دروب عبر الاوريفيس لا يتناسب مباشره مع الفلو، في علاقه او اذا بدك ربعها، اذا بدك ربع الفلو او الفلو بتناسب مع جذر البريشر دروب، او البريشر دروب بتناسب مع مربع الفلو في الحالة هاي الاوريفيس، لانه الفلو هون ما رح يكون لا رح يكون تيربلنت فلو بالحاله هاي. اوكي هاي المعادله اطفي بالله.